بلش تمام؟ يا عم بلش. نجد؟ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الاورينت وهاي الكبسوله. اللي فتحناها. لا بالسلامة، هاي راح يبلعها هسه الشخص، تنزل بالمعدة، بناخذ لها أشعة هنا، شوف الأمور تمام، بلش ننفخ هذه الساعة. يعتبر تداخل بسيط جدا. شو الأمور؟ طيب إن شاء الله؟ يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. هلا وهي ما تفتح هاي تكسر ما يعرفوا، اوكي؟ ماشي. يلا افتح حلقك، قول لا اغلط سامي. شوف اشرب 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 عوافي 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 بعد 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 اللهم صل على محمد بعد 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 تمام وحش بطل 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 وحش. هذا القايد من هنا وهي البالونة استقرت هنا بالبعد هسه راح نبلش ننفخها اوكي شكرا كرار تمام زينة ما متضايق الحمد لله اسمع سلامتك بالسلامة بريدك شد حيلك كلش بحيث تنزل لي مثل الورد 20 30 40 كيلو يعني ريدك مثل الورد وراها رياضة اتفقنا وجيم أو يعني ماكو قلت ماكو انت تحنى انت نار صحة وسلامة طيب اكشي زور زور الحمد لله يس يلا ثانك يو مان بسم الله الرحمن الرحيم تعلمنا الاشياء المزعجية سلامات خلاص الدارة مقد جوا وطلعت الرواية مالت صدر فينيكس الحمد لله على السلامة شباب شكرا جزيلا